أن من حرم الخير في ليلة القدر فهو المحروم حقا. الذي قرر ذلك، الذي قال ذلك، هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، فمن حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ولهذا عباد الله، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي اجتهادا منقطع النظير، بل وحث أهله على الاجتهاد والقيام في هذه الليالي. هذا شهر رمضان يطوي مراحله ويحدو رواحله، فبوركت لكم فواتحه وخواتمه، وبواكره وأواخره، وغرره وغوابره. ويا فوز من غفرت فيه زلته، وأقيلت فيه عثرته، ومحيت منه خطيئته. ويا ضيعة من قطعه غافلا عاصيا، وطواه لاهيا ساهيا. فها هي العشر الأواخر من رمضان، قد أطلت علينا عباد الله إذانا بختام شهر رمضان المبارك، تستحث همم المتقين، وتشحذ عزائم العابدين للاقتداء بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إي نعم، ها هي عشركم يا عباد الله قد حضرت، وها هو ثلث الشهر الأخير سيبدأ. هذا موسم المتسابقين، وسوق العابدين، وفرصة المجتهدين. هذه العشر التي كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يشد مئزره إذا دخلت، ويعتزل نساءه للعبادة إذا هبت. إي نعم، لقد حظيت هذه الليالي المباركات بهذا الفضل وهذا الشرف، ولم لا؟ وقد خصها الله عز وجل بليلة هي خير من ألف شهر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. حظيت هذه الليالي المباركات بهذا الفضل وهذا الشرف، ولم لا؟ وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في الطاعة والعبادة فيها ما لا يجتهد في غيرها. عباد الله، أيها الصائمون، إن شهرنا قد أخذ في النقص، فلنزد في العمل، فكل شهر عسى أن يكون له خلف. إلا رمضان، إلا رمضان، من أين لنا عنه خلف؟ فمن نعم الله عز وجل علينا أن جعل في ختام شهرنا، أن جعل عشرنا موسم خير وعطاء. ها هي عشرنا حلت لتكون فرصة لمن فرط أول الشهر، أو تاجا وختاما لمن أطاع ربه واتبع الأمر. أجل أيها الكرام، عشرنا سوق عظيم يتنافس فيه المتنافسون، ويتميز فيه الصائمون المخلصون الصادقون. فاستجاب أناس لهذا النداء في هذه الليالي النيرات المباركات، فخالط الإيمان قلوبهم، فسلكوا سبيل المؤمنين، وكانوا من الراكعين الساجدين. أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا والله لا يستوون. طائفة أخرى والعياذ بالله سمعت النداء وكأنه لا يعنيها، ترى المؤمنين يصلون ويتهجدون فلا يلتحقون بهم ولا يقتربون، وكأنهم عن رحمة الله مستغنون. وربنا تعالى ينادينا فيقول: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يا عبادي، إنما هي أعمالكم
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمحروم منا والله عباد الله من تمر عليه ليلة القدر وهو في لهو وسمر، الناس من حوله يصلون ويركعون ويسجدون ويذكرون الله تعالى ويدعون ويبتهلون، وهو مشغول بملء بطنه أو إسعاد عينيه بمتابعة التلفاز والقنوات أو إمتاع أذنيه بالغيبة والنميمة والاستهزاء والتفاهات، أو عاكف على سماع ما حرمه الله، أو نائم في بيته يغط في غفلته ويتقلب في أحلامه وهواه، أو يتمشى في الأسواق يجمع أغراض عيده ويعد الجديد. فليس أسعد الناس والله عباد الله بالعيد، ليس أسعد الناس بالعيد إخوة الإيمان من ضيع وقته بالعشر بشراء الجديد، ولكن أسعدهم بالعيد وأحراهم بالفرح فيه والسرور من كان من أهل العمل الصالح والقربات والصلوات والدعوات في هذه الليالي المباركات. وليس أعقل الناس في مثل هذه المواسم الأخروية من استغلها لمصالحه الدنيوية، فلازم بيعا أو شراء أو تكسب، وترك الصلاة والصيام والتهجد والقيام. ليس هذا بعاقل الناس، خصوصا في مثل هذه المواسم المباركة، ولكن أعقلهم من استعد فيها لما بعد الموت. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت معه فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أكيس؟ من هو العاقل؟ من هو الحازم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. أجل أيها الأحبة في الله، إن أعقل الناس أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم لما بعده استعدادا. وإذا لم يكن الاستعداد في مثل هذه الليالي النيرات المباركات التي يضاعف فيها العمل الصالح، يضاعف فيها أجر العمل الصالح فيها أضعافا كثيرة لا مثيل لها، فمتى عباد الله يكون الاستعداد؟ متى يكون الاستعداد لما بعد الموت؟ قولوا لي بربكم، متى يعمل العامل؟ ومتى يتزود المتزود العاقل؟ متى عساه أن يكسب المرابح أو يتنبه الغافل؟ متى إن لم يكن في رمضان؟ متى إن لم يكن في العشر الأواخر؟ تزود من الدنيا، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. عباد الله، اعلموا يقينا والله أن من حرم الخير في ليلة القدر فهو المحروم حقا. الذي قال ذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، فمن حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ولهذا عباد الله، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي اجتهادا منقطع النظير، بل وحث أهله على الاجتهاد والقيام في هذه الليالي،
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام لم يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. هذا هديه، هذا هديه صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي النيرات، متفرغا للعبادة مقبلا عليها. وهو من هو؟ هو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى أنه كان يعتكف في هذه العشر لينقطع عن الدنيا ومشاغلها متحريا ليلة القدر. وهكذا من بعده سارت قوافل الصالحين تقف أمام وأيام العشر وقفة جد وإخلاص ويقين بعفو أكرم الأكرمين. ولنضرب مثلا واحدا مختصرا عباد الله، هذا قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله.